الملك يتواجد مكان سجاد جاسم. المدرب يغير في الجهة اليمنى، وصلت خطيرة، هو ممكن شكل بسيط، لأننا نعرف المباراة بكرة القدم يظهر جليا من خلال الحضور في المباريات التي خاضتها العراق ضد الكويت والكويت ضد العراق، ابتداء من الموقعة الأولى في العام 64 في كأس العرب في ملعب ثانوية علي. الكرة وسط الملعب، تمريرات جبار مع أنجل عطوان اليوم عبر الجهة اليسرى في منتصف الملعب. لدينا يتواجد ضد الغابس الكويت، اللي الدفاعية حاضرة من لاعبي المنتخب العراقي. عارف من جديد في منتصف الملعب، محمد قاسم يتقدم، محمد قاسم يهاجم، يمرر الكرة وسط عبر الجهة اليسرى من سلمان فلاحي إلى حكم إلى اللاعب بندر السلامة، وبخارج أرضية الملعب إبراهيم لمحمد قاسم. محمد، مباريات مثل هذا تشكيل الأسد، التصنيف وسط الملعب لمحمد قاسم. محمد قاسم مع الكرة يحاول الخروج من لحاف شبيب الخالدي، المثلث الموجود في منتصف الملعب. أنجل عطوان أنا في خط دفاع المنتخب العراقي، هجوم في مكان اللقاء في أحلية، استلام حاضر في منتصف الملعب. لدينا محمد قاسم، إبراهيم، محمد قاسم يهاجم، تشجيعهم، تسمع مؤازرتهم في الموسم الحالي في انتظار مباريات دوري ابطال اسيا. خارج ارضيه مرمى، ضربة ران كبيرة تجعل النخلة تقدم رماح على مباراة في أداء أفضل ضد المنتخب العراقي. الجمهور الشغوف، هجوم عبر الجهة، مجموعة كبيرة من حراس كرة القدم الكويتية كانت على المستوى المأمول بالنسبة لحراميصة. يا جماعة تاريخها حافل، حافل تبعد حسين علي رغم قصر قامته، لكنه هو من يلعب الكرة. شوف الاسيست، محمد قاسم هو شاريك من على الخط من بغداد في النخله، لكن شوف الاعاده، محمد القاسم موجود يلعب الكره العكسيه على راس محمد داوود. ثاني مره محمد داوود مباراه الكرات الراسيه ابتدا عيد الرشيدي وسجل محمد داوود. الليزر الحديث عن صفور القوه الجويه، هاجم المنتخب العراقي في المساحات، التغطيه حاضر من عبد العزيز ناجي الى الخلف، امجد عطوان الى محمد قاسم صانع الهدف، يفكر يسدد من هذه المسافه، محمد قاسم يا نفس التسديد، لم اتوقع ان تذهب بكل هذه القوه. سليمان عبد الغفور تصدى لها، عاد محمد قاسم، الله بالراس، ما زالت خط. مباراه جميله، مباراه شوفه شلون يشوت في اللقطه الماضيه محمد قاسم لا مركز، ضربه مرمى في الثواني الاخيره من زمن المحب والصور المعبرة بين لاعبي الفريقين. تنتهي هذه المباراة بضاد الطريقة في مجمع بمنظر جميل.